قام وزير الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نور المشعان ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور محمود بوشهري ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر بجولة تفقدية لمخازن الأمن الغذائي التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية في ميناء عبد الله. وشدد الوزراء خلال هذه الجولة اليوم على أهمية الالتزام بالمعايير الأمنية والسلامة في المخازن والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الأرز للشركة الكويتية للتموين ودور مخازن شركة الألبان الدنماركية الكويتية في تأمين الغذاء للدولة. وأكد الوزراء أن هذه الجهود المشتركة تظهر التعاون الفعال فيما بينهم لضمان توفير الإمدادات الغذائية الضرورية، مما يعكس التزامهم برفع مستوى الأمن والأمان الغذائي. Yeah.